حتى كاد يصبح تقسيم المسجد الأقصى أمرا واقعا كما حدث للمسجد الإبراهيمي. وأنا في هذا المجال أكره جدا من يقول لا تقلقوا فإن للبيت ربا يحميه. هذا تواكل قبيح ليس من ديننا في شيء، وفي الإسلام لا يوجد شيء اسمه إن للبيت ربا يحميه، بل نحن مأمورون بحماية بيوت الله، ونحن مأمورون بالدفاع عن أرض الإسلام، ونحن مأمورون بأن نجاهد أعداء الله عز وجل.